أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأسكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا المصطفى أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ثم اللعن الدائم على اعدائهم ومخالفيهم وجاحدي امامتهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين. نتقدم الى ساحه القداسه الى سيدنا ومولانا صاحب الامر صلوات الله وسلامه عليه بأصدق التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد سفير أبي عبد الله الحسين عليه السلام مسلم بن عقيل عليه صلوات الله وسلامه هنالك ما يعبر عنه في الاصطلاح بخصائص المعصوم والمراد بذلك ان للمعصوم ما يختص به دون سائر البشر العاديين احدى اقسام هذه الخصائص التي هي خصائص المعصوم تلك الخصائص التي تعتبر من الدلائل عليه ان المعصوم تظهر عليه أو على يديه أو على الأجواء المحيطة به ما يشكل دليلا على أنه هذا هو المعصوم. دققوا جيدا. غدا هو يوم عرفة ونحن نعتقد بان مولانا وسيدنا امام الزمان صلوات الله وسلامه عليه حاضر لا شك في ذلك اليوم في ارض عرفه وكثير من المؤمنين هكذا يقولون او يتساءلون انه كيف لنا ان نستدل على الامام في وسط الحجيج كيف نعرف انه هذا هو الامام؟ قليل من يتوفق لرؤيه الامام صلوات الله عليه، واعني بالرؤيه هنا انه يرى ويشخص انه الامام، والا لا شك ان كثيرا يرون الامام صلوات الله عليه، لانه وسط الحجيج، وعندنا في الروايات الشريفه ما مضمونه انه في يوم القيامه حين يرى الخلائق صاحب الامر صلوات الله عليه مثلا ولم يكن اولئك قد تشرفوا برؤيته في الدنيا او الناس الذين سيطول بهم العهد الى ان يظهر الامام صلوات الله عليه فيرون ان هذا هو الامام يتعجبون يقول بعضهم الى بعض أنه هذا هو الإمام؟ لقد رأيناه في موقف كذا يتذكر أنه رأيت الإمام مثلا كان إلى جوار الكعبة مثلا في الطواف أو رأيته في السعي أو رأيته في عرفات أو مثلا رأيته في المسجد الكذائي، رأيته في كربلاء المقدسة، رأيته في الحسينية الكذائية. يقولون هذا رأيناه كيف لم نلتفت أنه هذا هو المعصوم؟ كيف لم نلتفت انه هذا هو الامام صاحب الامر صلوات الله عليه هذا ما يستدعي من المؤمنين الاكارم ان يلتفتوا الى هذه الخصائص التي نذكرها انه اذا كانت هذه الخصائص حاضره في ذهنك فان هذا يساعدك على تشخيص المعصوم هذه الخصائص تعتبر بمثابه الدليل على انه هذا هو المعصوم دلائل وعاده ما تكون هذه الامور مخالفه للعاده مخالفه للقواعد الطبيعيه نضرب بعض الامثله انت كانسان عادي اذا ما مشيت على التراب فانك تترك اثرا ولكنك اذا مشيت على الصخر الصلب فانك لا تترك اثرا اليس كذلك المعصوم بالعكس اي معصوم اذا مشى على التراب لا تجد اثرا لاقدامه عليكم السلام ورحمه الله اما اذا مشى على الصخر فتجد اثار اقدامه على هذا الصخر ولهذا تجدون مثلا الى الان قدم قاه انه تلك الصخره التي يقال انها يعني تحمل اثر قدمي الامام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليهما لما كان يتوجه الى طوس هذا مثلا احدى الامور التي تعتبر من خصائص المعصوم والدلائل عليه امر مخالف للعاده العاده ان البشر اذا مشوا على التراب فانهم يتركون اثرا اما اذا مشوا على الصخر لا اثر العكس بالنسبة إلى المعصوم، المعصوم إذا مشى على الصخر فإنه أو على الأرض الصلبة فإنه تطبع قدماه تطبع على ذلك الصخر، أما على التراب لا. من خصائص المعصوم كذلك ومما يشكل دليلا على أنه هذا هو المعصوم، انه اينما انتقل يكون في ظل بحيث لا يرى له ظل التفتوا الى العباره يعني انت بطبيعه الحال حين تمشي في الشمس يعني والسماء مشمسه فانك ترى لنفسك ماذا ظلا المعصوم له لا يرى له ظل لماذا لانه يكون في ظل تكون هنالك سحابه تسير مع سير المعصوم عليه السلام ولا يلتفت اليها حتى لو كان الطقس صحوا فهذا الظل يكون ظل السحابه فلا يقع ظل من المعصوم على الارض يشخص شكل المعصوم بدن المعصوم هذا مثلا من خصائص المعصوم كذلك من خصائص المعصوم انه اذا ما صلى او دعا او سبح فانك تجد ما يحيط به يعني الارض الفرش الحيطان اذا كان هنالك بعض النباتات مثلا وما اشبه تسمع انها ترد على الامام التسبيح. الامام يقول سبحان الله، تسمع ايضا الارض تسمعها تقول سبحان الله، تسمع الحيطان تقول سبحان الله. تسبح الموجودات القريبه من المعصوم بتسبيحه ولكن يحتاج منك الى شيء من التامل وشيء من التركيز بحيث تلتقط هذه الأصوات هذا من خصائص المعصوم، من خصائص المعصوم أنه إذا مر في طريق وكان في هذا الطريق بعض الشجر تجد أن الشجر ينحني له ولكن يحتاج إلى شيء من التركيز أيضا حتى تلتفت إلى هذا الانحناء وتميزه عن الانحناءات او التمايلات الشجريه بفعل الرياح وما اشبه لا بد ان تميز تلاحظ المعصوم يمشي في طريق مثلا الشجر اللي على هذه الجهه فانه يميل باتجاه المعصوم بهذه بهذا الاتجاه الشجر على الجهه الاخرى يميل بالاتجاه المعاكس هنا تلتفت الى انه هذا الشخص الذي يسير ليس شخصا عاديا هذا المعصوم ايضا من جمله ما يعتبر خصائص للمعصوم انه حين يلتقي به المرء للمره الاولى التفتوا جيدا حتى ان شاء الله حين تتشرفون بلقاء امامنا صاحب الامر صلوات الله عليه اذا استشعرتم من انفسكم هذه الحاله تشخصون الامام لأنه لا يحصل لكم ما حصل لكثيرين من أنهم بعد لقائهم بالإمام عليه السلام وحديثهم معه فإنهم يعني يغيب عن أذهانهم أنه هذا هو الإمام فيندمون أنه كيف لم نشخص الإمام صلوات الله عليه. من خصائص المعصوم هذا أنه حين يلتقى به للمرة الأولى فانه يصاب المرء بشيء من الدهشه والاهتزاز تداخله دهشه يندهش يشعر بشيء من الاضطراب لانه قد التقى بالمعصوم للمره الاولى فتداخله دهشة او تداخله رهبة في نفسه ما كان يستشعرها من ذي قبل حين يلتقي بأي انسان ولو كان سلطانا مثلا. دعوني اعرض لكم هذه القصة التاريخية لأحد الأجلاء. هذا الجليل اسمه خيران خيران الخادم القراطيسي رحمه الله هذا كان من اصحاب الامام الجواد والامام الهادي صلوات الله عليهما وكان من الثقات من الاجلاء هنالك روايه شريفه يرويها الكشي صاحب الرجال يصف فيها خيران الخادم هذا كيف التقى بالامام المعصوم الجواد عليه الصلاه والسلام للمره الاولى وماذا استشعر في نفسه من هذا اللقاء. الروايه طويله موضع الشاهد هو هذا عن خيران الخادم القراطيسي قال: حججت ايام ابي جعفر محمد بن علي بن موسى عليهم السلام ايام الحج حججت وكان الامام الجواد صلوات الله عليه ايضا يحج في تلك في ذلك الموسم. يقول: وسالته عن بعض الخدم لا يقصد هنا انه سأل الإمام عن بعض الخدم، وإنما سأل عن الإمام من بعض خدمه، سألته أي سألت أمر الإمام عن بعض الخدم، بعض خدم الإمام عليه السلام، سألتهم أنه كيف أصل إلى الإمام الجواد صلوات الله عليه؟ يقول وكانت له منزلة من أبي جعفر عليه السلام يعني هذا البعض من الخدم كانت له منزلة عند الإمام الجواد أبو جعفر صلوات الله عليه فلأنه عنده منزلة أنا سألته أن ماذا أن يوصلني إليه يقول فسألته أن يوصلني إليه ساعدني يا أيها الخادم في ان اصل الى سيدي ومولاي الامام الجواد صلوات الله عليه. تمضي الروايه الى ان يقول انه حدد له موعد ووصل الى حيث يسكن الامام الجواد صلوات الله عليه ويقول صعدت الدرجه والتقيت بالامام هكذا يقول يقول فصعدت وسلمت فرد السلام، الإمام رد السلام، ومد إليّ يده حتى يصافحه، فأخذتها وقبلتها ووضعتها على وجهي، أخذت يد الإمام الجواد عليه السلام، قبلتها وأمررتها على وجهي تبركًا، وأقعدني بيده، الإمام أيضا أخذه وأجلسه في موضع ما بيده ولكن العجيب هذا أنه يده في يد الإمام وهو ينظر إلى الإمام عليه السلام للمرة الأولى فأصابته هذه الدهشة أصابته هذه الرهبة أصابه هذا هذا الشيء من الاضطراب النفسي العجيب يقول فأمسكت يده مما داخلني من الدهش. أنا أمسكت الإمام عليه الصلاة والسلام، أمسكت يد الإمام بسبب ما داخلني من الدهش، مندهش مضطرب النفس لأنه لأول مرة ألتقي بالإمام عليه السلام أصابتني هذه الحالة. فتركها في يدي. الإمام هم ترك يده الشريفة في يد خيران الخادم فتركها في يدي صلوات الله عليه فلما سكنت أي سكنت نفسي خليتها فسألني بدأ يسألني عن أحوالي ومن أنت وإلى آخره يعني هذه الحالة التي أصابت هذا الإنسان هي كانت بسبب لقائه بالإمام عليه الصلاة والسلام للمرة الأولى وما سكنت نفسه من هذا الاضطراب من هذه الدهشة إلا حينما أبقى الإمام عليه السلام يده في يده إلى أن زالت هذه الدهشة وهذه الرهبة هذه من خصائص المعصوم كذلك من خصائص المعصوم أيضا أنه إذا حضر في مكان وكانت فيه ضجة سواء كانت الضجة من الناس أو من الدواب أو من أي كائن حي فإن هذه الضجة فجأة تهدأ وتسكن بلا سبب ظاهري. يعني نفرض أنه مجموعة من الناس في سوق ومعهم البائع والمشتري وصياح ونقاش وحديث ومعهم دوابهم أيضا فحال من الضجة بمجرد ما يظهر المعصوم عليه الصلاه والسلام في ذلك المكان فجأة تجد هدوءا يقع في تلك البقعه الكل يسكت او الكل يخفض صوته الدواب التي تكون نافرة مثلا تسكن اذا يكون الطريق غاص بالناس وبالدواب وبالكائنات على اختلافها فانه فجاه ينفرج هكذا، ينفرج للمعصوم، تلقائيا بلا اراده. يعني بلا اراده يقع هذا. الله عز وجل هكذا وضع القانون على الارض. المعصوم يمشي الكائنات الحيه الاخرى تنفرج تلقائيا لا اراديا أمامه. أنقل لكم هذه الصورة التاريخية أيضا. وقد رواها شيخ الطائفة الطوسي رضوان الله تعالى عليه في كتابه كتاب الغيبة. والقصة تتحدث عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. هنالك أيضا رجل جليل أبو علي ابن همام محمد بن همام أو محمد بن أبي بكر همام البغدادي هذا كان رجلا أيضا من أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام وثقة وجليل هذا الرجل استدعى في قصة مفصلة استدعى أحد خدم الإمام العسكري صلوات الله عليه. أحد خدم الإمام العسكري وهو كما عبرت عنه هذه الرواية شاكري. شاكري يعني خادم متكفل بإصلاح الدواب وما أشبه التي يركبها الإمام عليه السلام، هذا يقال له شاكري. أجير يعمل بهذه الوظيفه. هذا الشاكري كان اسمه ابو عبد الله محمد، اكثر من هذا ما عثرت عليه، انه ما اسمه يعني بالكامل. على اية حال تقول الروايه انه ابو علي بن همام قال لهذا الرجل الشاكري. يا أبا عبد الله محمد حدثنا عن أبي محمد عليه السلام بما رأيت، انقل لنا ماذا رأيت من أبي محمد العسكري صلوات الله عليه، انقل لنا أحوالك معه، فقال: كان أستاذي صالحا من بين العلويين لم أر قط مثله، أستاذي يعني سيدي هذا الرجل أنا خدمت مجموعة من العلويين كذلك، ولكن لم أر بين العلويين مثله في صلاحه كان أستاذي صالحا من بين العلويين لم أر قط مثله، وكان يركب إلى دار الخلافة بسر من رأى في كل اثنين وخميس. في كل يوم اثنين وخميس. الإمام أين كان يقطن؟ في سر من رأى يعني في سامراء المقدس طغاة بني العباس استدعوه إلى هناك لعنة الله عليهم وكانت من شروطهم عليه ان ياتيهم في كل يوم اثنين وخميس الى دار الخلاف الى قصر الخلاف. الامام العسكري عليه السلام عاصر ثلاثة من طغاة بني العباس المعتز والمهتدي والمعتمد لعنة الله عليهم، وهذا الاخير المعتمد سمى الامام عليه السلام، قتل الامام. كان هؤلاء من عادتهم لانهم يخشون الامام واي شخص كانوا يخشون جانبه، يعني يخشون انه يثور عليهم كانوا يجبرونه على ان ياتيهم، على ان يتردد عليهم دائما حتى يضمنوا انه لا يخرج، يكون الامر اشبه باقامه جبريه، لانه هذا مضطر لازم كل اثنين وخميس ياتي لهذا الحاكم هذا السلطان فيضمن انه موجود في هذه البقعه. شلون بعض ذول الأخوة اللاجئين لما يأتون يقولون له لازم تروح كل يوم أسبوع مثلا توقع في قسم الشرطة هكذا هكذا كانوا يصنعون بأئمة أهل البيت عليهم السلام ومن جهة أخرى حتى يوهم الناس بأنه الإمام يؤيد هذا الخليفة المزعوم أنه يزوره ويقعد وياه ويتحدث معه ويجالسه وإلى آخره فكانوا يخرجون هكذا يعني يظهرون شائعة وينشرون شائعة في وسط الناس أنه هذا الإمام يؤيدنا وإلا ما كان ليتردد علينا ويزورنا ويتودد إلينا هكذا الإمام العسكري عليه السلام أيضا كان مجبور كان مجبرا على أن يأتي ذلك الطاغية العباسي في سامراء كل يوم اثنين وخميس وكان هذا الطاغيه طبعا يستقبله في قصره ويجعل له منزله خاصه، مكان خاص هذا مكان الامام العسكري لما يحضر هذا هنا يجلس حتى الوفود والناس حين ياتون يشاهدون الامام بقربه فياخذون هذه الصوره. هذا الرجل الخادم يقول: أن الإمام عليه السلام كان يركب إلى دار الخلافة بسر من رأى في كل اثنين وخميس. وكان يوم النوبة يحضر من الناس شيء عظيم. يوم النوبة اليوم الذي يسمح فيه ذلك الخليفة المزعوم للناس عموما بأن يلتقوا به. يوم التقاء أو لقاء عام. فبطبيعة الحال ما الذي كان يحصل؟ كانت الشوارع تغص باهلها الناس مع رواحلهم، مع دوابهم، كل من له قضيه، كل من له حاجه، كل من له مشكله ويحصل هرج ومارج والى اخره هذا يوم النوبه وكان يوم النوبة يحضر من الناس شيء عظيم ويغص الشارع بالدواب والبغال والحمير والضجة ضجة واسعة، ناس بالالوف فلا يكون لأحد موضع يمشي ولا يدخل بينهم يعني افرض هذا هو قصر الحاكم في سامراء كل الشوارع المحيطة ممتلئة بالناس وضجة والطغاة كانوا يتعمدون بقصد إذلال أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أن يأمرهم أن يأتوهم في مثل هذه الأيام حتى يضطر الإمام حسب ما هم كانوا يظنون أنه الإمام يأتي فيضطر أن يدافع هذا وذاك ويصير الصياح وكذا حتى يشق الصفوف حتى يصل إلى دار أو قصر خليفة المزعوم ويجلس في منزلته ولازم يوصل نفسه بالوقت أيضا وإلا لما يتأخر فورا هذا الخليفة اللعين يطالع هالشكل يقول يا أبا محمد تأخرت علينا هالشكل يقول له مثلا يعني ينطي إشارة أنه ليش تتأخر عن موعد الجلسة العامة فالنتيجة هكذا كانوا يريدون ان يذلوا الائمه عليهم السلام بهذه الطريقه ولكن الذي كان يحصل ما هو؟ انه بس يحضر الامام عليه السلام فجأة كل شيء يهدأ وتلقائيا ولا اراديا الصفوف تنشق امامه ويمضي بكل هدوء ووقار الى ان يصل الى القصر شيء عجيب هذا من خصائص المعصوم يقول: وكان يوم النوبة يحضر من الناس شيء عظيم ويغص الشارع بالدواب والبغال والحمير والضجة فلا يكون لأحد موضع يمشي ولا يدخل بينهم، ما موضع قدم اللي واحد يتمكن ان يدخل وسط هؤلاء الناس او يمشي وسطهم. فإذا جاء استاذي سكنت الضجة هذا اللي يصيح على هذا ولو ذاك الطرف فجأة يسكتون يصير هنالك سكون فإذا جاء استاذي سكنت الضجة وهدأ صهيل الخيل ونهاق الحمير وتفرقت البهائم حتى حتى يصير الطريق واسعا ثم يدخل فيجلس في مرتبته التي جعلت له. يصل الامام عليه السلام يدخل الى القاصر ويجلس في المرتبه التي مخصصه له. زين تعود الضجه مره اخرى بس يدخل الامام عليه السلام الى القصر فاذا اراد الخروج تسكن الضجه مره ثانيه. هذا الشيء الذي كان يلفت نظر هذا الاجير، هذا الخادم الشاكري هذا انه هذا شيء غريب، هذا شيء عجيب، مو شيء عادي. يقول: فإذا اراد الخروج وصاح البوابون البوابون الموجودون هاتوا دابة أبي محمد، لأنه يريد أن يخرج أبو محمد عليه السلام الإمام العسكري، فالبوابين ماذا يقولون؟ يقول هاتوا دابة أبي محمد، وين الدابة التي كان يركبها؟ هاتوا هاتوها إليه، حتى يركبها الإمام عليه السلام ويعود إلى منزله، يقول وصاح البوابون هاتوا دابة أبي محمد، سكن صياح الناس، مرة أخرى الناس في صياحهم يسكنون. سكن صياح الناس وصهيل الخيل وتفرقت الدواب حتى يركب ويمضي. يقول: واستدعاه يوما الخليفه الخليفه المزعوم من بني العباس وشق ذلك عليه، شق على الامام انه ليش استدعاني في هذا اليوم على خلاف العاده؟ وخاف ان يكون قد سعى اليه بعض من يحسده على مرتبته من العلويين والهاشميين يقول حسب تحليل حسب تحليل هذا الاجير والخادم انه هذا الخليفه المزعوم استدعى الامام العسكري عليه السلام في ذلك اليوم على خلاف العاده فشق الامر على الامام. وتحليله كان انه الامام خاف من ان يكون سعى الى ذلك الخليفه المزعوم بعض من العلويين والهاشميين الذين يحسدون الامام. سعى اي ذهبوا لكي يحرضوا هذا الحاكم على الامام عليه السلام. يقولوا له مثلا ترى هذا كان يحضر انقلاب عليك. كان يريد ان ينقلب عليك مثلا. فلماذا تعطيه هذه المرتبة؟ لماذا تجلسه بقربك؟ لأنه شوفوا مجلس الحاكم المراتب التي فيه بحساب يعني ليس اعتباطا أي واحد يروح يجلس أي مكان، لا. كان الأمر محسوبا أنه فلان من علية القوم يجلس بهذا هنا مثلا. أو يجلس معي على السرير مثلا، على سرير الملك. فلان الآخر يجلس في هذا الاتجاه، فلان الثالث كله على حسب المراتب وإلى الآن هذه عادة موجودة خصوصا عند دواوين العشائر وما أشبه إذا تلاحظون أنه كل واحد من الأكابر يكون أقرب إلى زعيم القبيلة أو زعيم العشيرة إلى أن يصل إلى الخدم وكذا يقعدون يم الباب هناك فبعض من العلويين كانوا يحسدون الإمام عليه السلام من جملة من يحسد الإمام أخوه جعفر أخو الإمام العسكري عليه السلام الذي يقال له جعفر الكذاب مجموعه العلويين ما كانوا كلهم صلحاء ولا الهاشميون ما كانوا كلهم صلحاء، كثير منهم كانوا اصلا منافقين. كثير منهم كانوا من الد اعداء الائمه الاطهار عليهم الصلاه والسلام. كثير منهم تلطخت ايديهم بدماء الائمه الاطهار عليهم الصلاه والسلام الى هذه الدرجه. الامام موسى الكاظم عليه السلام ابناء اخيه. ابناء اخيه. هؤلاء ذهبوا وحرضوا هارون الطاغيه على الامام الامام الكاظم صلوات الله عليه يعني حتى يسجن الامام وحتى يقتل الامام وكانوا قبل ان ينتقلوا من المدينه الى بغداد جاءوا لكي يسلموا على الامام عليه السلام الامام الكاظم الامام الكاظم كان يعطيهم مالا ايضا يحسن اليهم ويقول لهم اتقوا الله في دمي هو الإمام يعرف ماذا سيصنعون والله يعلم لكن لا يمنعهم لماذا هذا اختبار الجميع هؤلاء كانوا يحسدون الإمام العسكري كذلك على هذه المرتبة فلما هذا الحاكم استدعى الإمام في ذلك اليوم الأجير يقول يقول لعل الإمام خاف من أنه سعى إليه بعض من يحسده من العلويين والهاشميين يقول فركب ومضى إليه، الإمام ركب دابته ركب دابته ومضى إلى ذلك الحاكم فلما حصل في الدار يعني وصل إلى الدار قيل له إن الخليفة قد قام، الخليفة كان موجود ولكن قام بعد صار عنده شغل آخر ولكن اجلس في مرتبتك أو انصرف الوزراء أو المستشارين أو من أشبه قالوا له خلص هذا الخليفة قام الآن فأنت بالخيار بعد إما أن تجلس في مرتبتك أو تنصرف تعود إلى منزلك الإمام عليه السلام هم يقعد يسوي أصلا يكره هذه المجالس الإمام عليه السلام هو مضطر إلى أن يحضرها فيختار الانصراف بطبيعة الحال يقول فانصرفه لما انصرف اين ذهب؟ ذهب الى السوق سوق الدواب يقول فانصرف وجاء الى سوق الدواب وفيها من الضجة والمصادمة واختلاف الناس شيء كثير سوق بعد الى اليوم هم الناس بعد 1400 سنة اما تحضروا الى ذلك تلك الدرجه اذا في الاسواق اذا تشاهدون خصوصا في بلادنا تقع هذه المصادمات والمشاكل والصياح وما تقدر واحد اصلا ما يقدر يسمع الاخر من كثره الصياح فشلون في ذلك الزمان بعد؟ يعني قبل 1400 سنه تقريبا بعد لا شك كان الامر اعظم بكثير. يقول فانصرف وجاء الى سوق الدواب وفيها من الضجة والمصادمة واختلاف الناس شيء كثير فلما دخل اليها مجرد ما دخل الإمام عليه السلام إلى هذه السوق سكن الناس وهدأت الدواب فجأة كل شيء سكن وهدأ والرواية طويلة ولكن هذا هو موضع الشاهد الذي يهمنا ها هنا هذه إذن دلالة من الدلالات على أنه هذا هو المعصوم الإخوة الذين في الحج الحج هم طبيعة الحال فيه ضجة وصياح وإلى آخره إذا وجدت في موضع ما صار هنالك حالة من السكون على غير العادة فتش عن الامام صاحب العصر والزمان، صلوات الله عليه، يعني. اعرف الامام هنا موجود، اذا كان على غير العاده. بعض الاخوه المؤمنين يقولون هذا الشيء انه احيانا احنا نكون في الطواف وايضا حاله من الضجه والمصادمه بسبب الحجيج وكثره الحجيج، ولكن ما ندري انه في مرحله معينه او في فتره ما يصير هنالك نوع من السكون نوع من الهدوء، نوع من الطمأنينة والراحة أيضا، حتى لما ندور يصير أو نطوف يصير هنالك نوع من الراحة كذلك. أنا أقول فتش عن الإمام عليه السلام هناك. لعلك تلحظه. هذه المسائل مهمة لأنه يفترض أن كل رجل مؤمن من شيعه اهل البيت عليهم الصلاه والسلام لا يهنأ له بال الا ان يلتقي بامامه صلوات الله عليه. احنا ترى نخسر كثيرا اذا والعياذ بالله يغيبنا الثرى ولم نرى هذه الشمس وجه مهدي ال محمد صلوات الله عليه. محمد <applause> محمد كل انسان مؤمن عليه ان يسعى الى ان يرى بقيه الله الاعظم صلوات الله عليه، هذه من الامور التي جعلها في ذهنك. هذه من الخصائص والدلائل التي تساعدك في تشخيص الامام صلوات الله وسلامه عليه. من هنا امضي الى خصيصه اخرى من الخصائص وهذه تحتاج منكم الى شيء من الالتفات والتدقيق ولا حرج في الدين من بين ما نستظهره من الخصائص وهذا للعلم قد يكون بحثا عميقا لكن كاشاره هكذا انه اذا كان للمعصوم امراه منافقه امراه فاسده امراه خائنه كثير من المعصومين كان لديهم نساء بدءا من رسول الله صلى الله عليه واله والى بقيه الائمه عليهم السلام، كان لديهم نساء فاسدات نساء منافقات كثير إذا كان للمعصوم امرأة على هذه الصفة أقول لعله يكون من الخصائص أن هذه المرأة المنافقة كلما ترى المعصوم فإنها ترى دما إما حيض وإما استحاض فلا يتاتى لها ان تباشر المعصوم عليه الصلاه والسلام لان المعصوم لا ياتي امراته في حال الحيض بطبيعه الحال لانه حرام وكذلك لا ياتيها في حاله الاستحاضه لانه وان كان مكروها بالنسبه الينا الا انه بالنسبه الى المعصوم ماذا؟ حرام نحن لدينا خمسه احكام احنا البشر العاديين خمسه الاحكام تنقسم عندنا الى خمسه احكام الواجب المستحب المباح المكروه والحرام المعصوم ما عنده غير حكمان فقط واجب او حرام ما عنده شيء اخر المعصوم المكروه بالنسبه الى المعصوم ماذا حرام لا يقدم عليه المستحب كثير من المستحبات بالنسبه الى المعصوم واجب على سبيل المثال صلاه الليل صلاه الليل واجبه ام مستحبه بالنسبه الينا؟ مستحبه بالنسبه الى المعصوم واجبه لازم يصلي صلاه الليل وهكذا فالمعصوم اذا لا ياتي اهله لا ياتي امرأته وهي في حاله حيض او استحاضه اذا كانت المراه منافقه فبمجرد ما يدخل عليها المعصوم هذا مما يستظهر اقول بمجرد ما يدخل عليها المعصوم فانها ترى دما ترى دما فلا يتاتى لها ان تباشر المعصوم صلوات الله عليه فيخرج المعصوم من الدار أو من هذه الحجرة. وكأن الله عز وجل ينزه وليه عن أن تطلع امرأة منافقة على بدنه الشريف. لاحظوا المسألة جيدة. أنقل الشاهد على هذا المطلب. ما حصل بالنسبه الى الامام الجواد صلوات الله عليه الامام الجواد كما نعلم تزوج امراه منافقه فاسده وهي ام الفضل بنت المامون لعنه الله عليهما هذه المراه التي ضاهت المنافقه الفاسده عائشه بنت ابي بكر لعنة الله عليهما. وهذه المرأة أم الفضل قتلت الإمام الجواد صلوات الله عليه بالسم، كما أن عائشة قتلت رسول الله صلى الله عليه وآله بالسم. زين. هذه المرأة لما تزوجها الإمام الجواد صلوات الله عليه. الرواية تقول: انه لما دخل عليها الامام الجواد حصل عندها حاله من الاضطراب لما راته فرات دمان فجمعت ثيابها والامام خرج ما حصل اتصال بينهما هذه الآية الشريفة فلما رأينه أكبرنه هذه في تفاسيرها عند أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أنه النسوة التي اجتمعنا مع امرأة العزيز في شأن يوسف الصديق صلوات الله عليه لما رأينه شنو أكبرنه أكبرنه أي حضنه لانه اكبرت المراه كما في اللغه العربيه بمعنى ماذا حاضت واكبر الرجل بمعنى احتلم او امن على يعني معاني اللغه فالامام العجيب هو ها هنا انه بعدما وقع لام الفضل ما وقع استشهد بهذه الايه كذلك لاحظوا الروايه والروايه تجدونها في مشارق الانوار للحافظ البرسي، ونقلها عنه العلامه المجلسي رضوان الله تعالى عليه في بحاره وجمع من اكابر علمائنا. الروايه عن جعفر الهاشمي قال: كنت عند ابي جعفر الثاني ببغداد، ابو جعفر الثاني اي الامام الجواد صلوات الله عليه. فدخل عليه ياسر الخادم يوما، ياسر الذي كان خادما للمامون كذلك، وقال يا سيدنا ان سيدتنا ام جعفر تستاذنك ان تصير اليها، ام جعفر هذه اخت المامون. تقول تستاذنك انه تصير اليها. فقال للخادم ارجع فإني في الأثر ارجع وأنا سأتيك ثم قام وركب البغلة وأقبل حتى قدم الباب فخرجت أم جعفر أخت المأمون فسلمت عليه وسألته الدخول على أم الفضل بنت المأمون أنت تزوجت أنا أسألك يا أبا جعفر أنه تدخل بعد على المرأة وقالت يا سيدي احب ان اراك مع ابنتي في موضع واحد فتقر عيني هي ابنه اخيها بس تعبر عنها بابنتها يعني بنتنا هالشكل احب ان تقر عيني وانه قد يعني دخلت عليها نتيجه قال يقول الياسر الخادم يقول فدخل والستور تشال بين يديه كانت عادتهم انذاك خصوصا في القصور أنه النساء ما بينهن وما بين الداخل عليهن ستور كثيرة يضعون استار كثيرة ثم لما يدخل الداخل الخدم ماذا؟ يشيلون هذه الاستار. قال فدخل والستور تشال بين يديه فما لبث أن خرج راجعا. دخل ما لبث حتى خرج راجعا فجأة رجع يعني ما طول. فما لبث ان خرج راجعا وهو يقول فلما راينه اكبرنه. هكذا الامام يقول، يقول فلما راينه اكبرنه. قال ثم جلس، جلس الامام عليه السلام، فخرجت ام جعفر تعثر ذيولها. خرجت مسرعه انه ليش الامام الجواد عليه السلام ما قعد عند ام الفضل؟ بسرعه طلع شنو صار؟ فمن كثرة ما هي مسرعة تعثر ذيولها اي ذيول الثوب وما اشبه. فقالت يا سيدي انعمت علي بنعمة فلم تتمها. انعمت علي بأنه قبلت ان تدخل على ام الفاضل، فلماذا لم تتمها؟ لماذا لم تبقى هناك؟ لماذا خرجت مسرعا؟ فقال لها: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. ما الذي حصل؟ عجيب، ألغاز. إنه قد حدث ما لم يحسن إعادته. حدث شيء اللي ما يصير أنا أعود مرة أخرى إلى أم الفاضل. فارجعي إلى أم الفضل فاستخبريها عنه. روحي سأليها. فرجعت ام جعفر فعادت عليها ما قال، اي اعادت عليها ماذا قال، راحت الى ام الفضل وقالت هو هكذا قال. فقالت يا عمه وما اعلمه بذاك عني، ايش شلون أن عرف؟ انه ماذا حصل لي بمجرد ما رايته. ثم قالت: كيف لا ادعو على ابي وقد زوجني ساحرا؟ والعياذ بالله. تقول شلون ما ادعو على ابي المامون وقد زوجني ساحر ساحر هذا، هذا شلون اطلع على حالتي التي حصلت لي؟ وانا ما انكشف مني شيء. ثم قالت: والله يا عمه انه لما طلع علي جماله صلوات الله عليه وبابي هو وامي. حدث لي ما يحدث للنساء الشيء الذي يحدث للنساء الدم الذي تراه النساء فضربت يدي الى اثوابي فضممتها انه وقع هذا الشيء فانا جمعت ثيابي فبهتت ام جعفر من قولها استغربت هذه اخت المامون ثم خرجت مذعوره وقالت يا سيدي وما حدث لها؟ شلون انت خرجت؟ تريد ان تتاكد انه الامام شلون عرف هذه الحاله؟ قالت يا سيدي وما حدث لها؟ قال هو من اسرار النساء. فقالت يا سيدي اتعلم الغيب؟ قال لا. مقصود الامام عليه السلام من النفي انه لا اعلم الغيب استقلالا وانما هو تعلم من ذي علم من الله تبارك وتعالى. قالت فنزل اليك الواحي قال لا. مقصود الامام عليه السلام انه انا لست بنبي وان كان يوحى الي بتعليم الهي من طرق اخرى ولكن لا على النحو الذي تريدين انت ان تقوليه انه انا نبي بعد النبي. صلى الله عليه واله، ما عندنا هكذا شيء. قالت يا سيدي اتعلم الغيب؟ قال لا، قالت فنزل اليك الوحي، قال لا، قالت فمن اين لك علم ما لا يعلمه الا الله وهي؟ شلون علمت انت؟ بس الله يعلم وهي صاحبه القضيه تعلم انه قد رات دما في هذه اللحظه، او جاءها هذا الامر في هذه اللحظه. فقال: وانا ايضا اعلمه من علم الله تبارك وتعالى. تعلم من ذي علم. قال: فلما رجعت ام جعفر، قلت له: ياسر يقول ياسر الخادم: يا سيدي وما كان اكبار النسوة شنو يعني فلما رأينه أكبرنه إكبار النسوة يعني شنو في هذه الآية؟ قال هو ما حصل لأم الفضل يقول فعلمت أنه الحيض أنه هذا هو الذي حصل. هنا التفتوا أيها الأخوة في ختام البحث. لعل هذا هو ما يفسر هذه الاحاديث الشائنه التي ذكرتها عائشه زاد الله عذابها عن حال النبي الاعظم صلى الله عليه واله، نحن نعلم انه عائشه ذكرت الكثير من الاحاديث الموضوعه عن النبي صلى الله عليه واله مما يتعلق بالجماع والحيض والاستحاضه وما اشبه وشوهت فيها سمعة النبي صلى الله عليه واله، صحيح؟ كثير هذا موجود. يعني دائما تتحدث عن انه عندها حالات من هذا القبيل. ما هو السر في ذلك؟ لماذا كانت تريد ان توهم الناس ان النبي صلى الله عليه واله ما كان يتركها ابدا حتى في حال الحيض. دائما يباشرها، تقول وباشرني وانا حائض. والعياذ بالله هذا موجود في البخاري في مسلم في هذه الكتب كتب الخزي ما هو السر في أن عائشة هكذا تحدث كذبا عن النبي صلى الله عليه وآله لأنها كانت تستشعر النقص في حالها أنه النبي لا يأتيها كل ما يأتيها النبي صلى الله عليه وآله إذا بها فلما رأينه أكبرنا يصير عندها هذه الحاله فان النبي صلى الله عليه واله لا يختلي بها. هذا ما يفسر كذلك انه لماذا اطلق على عائشه حميراء؟ ذكرت لكم سابقا انه المخالفين الجهل يفسرون الحميراء بتفسير هي عائشه تفسره فيك الخصام وانت شنو؟ الخصم والحكم. هم يقولون حميراء يعني شقراء وبيضاء مشربه بحمره هكذا الحميراء مو هذا هو المعنى اذا ترجعون الى امثال العرب. امثال العرب تقول شر النساء الحميراء المحياض من كثره الحيض ماذا تصبح حميراء هذا معنى الحميراء زين النبي صلى الله عليه واله اطلق عليها حميراء بأي معنى؟ من كثرة ما كان يأتيها من دم الحيض والاستحاضة لأنها امرأة منافقة فما كانت مؤهلة لأن تكون مع النبي صلى الله عليه وآله في فراش واحد كخديجة مثلا صلوات الله عليها كأم سلمة عليها السلام كماريا عليه السلام النساء المؤمنات ما تقع عندهن هذه الحالة النساء المؤمنات إذا رأينا المعصوم لا تقع عندهن هذه الحالة على الاستظهار فلذلك المعصوم يأتيهن ويستولد منهن يصير نسل من هذه المرأه. أما المنافقات كلا. المنافقات هم لا يأتي منهن ولد للمعصوم عليه الصلاه والسلام، لهذا حرمت عائشه من الولد، حرمت حفصه من الولد، حرمت هذه رمله ام حبيبه بنت ابي سفيان من الولد، وامثال هؤلاء. لاحظوا هذا مبحث دقيق ولعله جديد أيضا ويستحق البحث هذه نبذة عن بعض خصائص المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الحمد لله. لله الشكر شكرا لله.